إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، نجم وهداف نادي ريال مدريد ومنتخب أسبانيا السابق، يتحدث عن المواجهة التاريخية بين الأهلي وريال مدريد الإسباني ويكشف رأيه في العقلية الأهلوية. يتحدث عن إدارة النادي الأهلي وعن التعاون بين قناتي الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية. All the best and I hope that tonight you all enjoy the game. لقاء خاص الليلة على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.